وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخرى وأخيرة إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا دينا، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة، رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة، رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32، الصغرى 23، اسكندرية 30، 23، مطروح 29، 24، بورسعيد 31، 25، إسماعيلية 33، 23، وجوها حار. بالنسبة للسويس 33، 24، العريش 31، 24، طابة 32، 24، شرم الشيخ 36، 28، الغردقة 35، 26، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40، 25، أسوان 41، 26، الوادي الجديد 39، 22، شلاتين 37، 27، حلايب 34، 27، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.